مرحبا طلابنا الأعزاء، اليوم رح نبلش بلكتشر 8. هذا اللكتشر رح نحكي عن عدة مواضيع. رح نحكي عن السوشيال ميديا استراتيجي. المحاضرة الماضية حكينا عن السوشيال ميديا استراتيجي وبلشنا في أول ستيب اللي هو choose goals that align to business objectives. اليوم رح نبلش في الستيبس الثانية لحد ما نبني السوشيال ميديا استراتيجي. أول موضوع رح نتناولها اللي هي how to create a social media strategy. رح نحكي عن learn everything you can about your audiences, get to know your competitions, do a social media audit, set up account and improve profiles, find inspiration, create a social media content calendar, create competing content و track performance and make adjustments. هدول هم الخطوات اللي بنبني فيهم السوشيال ميديا استراتيجي. اليوم رح نتناولهم بطريقة مفصلة أكثر. الستيب الثانية اللي رح نحكي عنها في بناء السوشيال ميديا استراتيجي اللي هي learn everything you can about your audience. إنه يجب أن نتعلم كل ما نستطيع عن جمهورنا اللي إحنا رح نستهدفه. get to know your fans، لازم نعرف الفانز المعجبين تبعونا، الفولورز المتابعين and customers برضو العملاء as a real people with real wants and needs، كأنهم أشخاص حقيقيين لهم احتياجاتهم الحقيقية لهم رغباتهم الحقيقية and you will know how to target and engage them on social media. إذا عرفنا مين الفانز تبعونا، مين الفولورز تبعونا، مين الكاستمرز تبعونا الحقيقيين، وعرفنا احتياجاتهم ورغباتهم بشكل صحيح، معناتهم احنا بنكون قادرين نعرف كيف نستهدفهم كأشخاص او كيف نخليهم يعملوا engagement على وسائل التواصل الاجتماعي. When it comes to your ideal customer, you should know things like لما تيجي الموضوع إنه أو لما يتعلق الموضوع بالعميل المثالي، لازم نكون عارفين عدة أمور عن هذا الكاستمر، زي الايج العمر، اللوكيشن للكاستمرز تبعونا، المواقع تبعونهم، الافريج انكم قديش مستوى الدخل لهم، تيبيكال جوب تايتل اور اندستري، وين عم بيشتغلوا وايش مسمياتهم الوظيفيه، بايش بيهتموا، ايش الانترست تبعونهم. هذول الامور لازم نكون عارفينهم عن الكاستمرز عشان نقدر نعمل إشباع للونس والنيدز تبعونهم. طبعا رح نحكي عن creating audience أو buyer's persona. لما نحكي عن buyer persona، social media analytics can also provide a ton of valuable information about who are your followers, where they live and how they interact with your brand on social media. These insights allow you to refine your strategy and better target your audience. هلا احنا لما نكون عم نعمل باير بيرسونا، لازم نكون عارفين انه السوشيال ميديا اناليتكس اللي هي تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي ممكن انها تزودنا في فاليبل انفورميشن، في انفورميشن كتير كبيره او ذات قيمه عن الفولورز تبعونا، هاو ذي ليف، وين عم بعيشوا او كيف عم بعيشوا، كيف عم بتفاعلوا مع البراند نيم تبعتنا اون سوشيال ميديا. هاي الانسايت كلها لما نكون نعرف عن الباير بيرسونا بساعدنا على ان نعرف او بتيح لنا ان يكون في عنا رؤية عشان نقدر نحسن الاستراتيجي تبعتنا and to better target your audience، ونقدر نستهدف العملاء بشكل افضل. لما نيجي نحكي او نعرف what is an audience persona اللي هي شخصية الجمهور، نقدر نحكي إن هي also referred to as a buyer persona or customer persona. بس بشار إلها يا بنحكي buyer persona أو customer persona is a semi-fictional character that embodies your target audience. هون هي شخصية شبه خيالية بتجسد لنا بالضبط مين الجمهور المستهدف تبعنا، أو خلينا نعتبرها هي عبارة عن لقطة موجزة لجميع المعلومات ذات الصلة اللي ممكن نحصل عليها، وبنقدر إن نجمع هاي المعلومات to package it together to form a person. بنجمع هاي المعلومات وبنشكل شخصية أو شخص. فهلأ في الجهود التسويقية بنقدر نعمل focus
على الماركتينج ايفورت towards انه نعرف هاي البيرسونا. فعشان هيك every business will need multiple personas، لازم يكون عند كل business أكثر من شخصية أو شخصيات متعددة عشان نعرف بالضبط إحنا مين الكاستمرز تبعونا، إيش هي شخصيات الكاستمرز، إيش النيدز تبعونهم، إيش الوانتس تبعونهم، where they live، إيش الانترست تبعون، إيش الانترست تبعون الكاستمرز تبعونا. فمن خلال persona إحنا بنجسد شخصية شبه خيالية، بنتخيل إنه هذول هم الكاستمرز تبعونا، وبنجمع المعلومات بشكل كبير على أساس نقدر نستهدفهم ونوصل لهم في إعلاناتنا. في get to know your competition اللي الستيب الثالثة، لازم نعرف أكثر عن منافسينا. A social media competitor analysis is an analysis of your competition on social media to find out what their strengths and weaknesses and how those strengths and weaknesses compare to your own. إحنا لما نحلل المنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي، معناته إحنا هون عم بنحلل المنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي عشان نعرف إيش هي السترينث عندهم، ايش هي نقاط القوة، ايش هي نقاط الضعف عندهم، ونقارن نقاط القوة والضعف بنقاط القوة والضعف الموجودة عندنا. عشان هيك احنا بنقيس النتائج الخاصة فينا مقابل او بنقارنها في الكومبيتيتورز، في المنافسين. ليش احنا عم بنقارن ما بيننا وما بين الكومبيتيتورز؟ عشان نكون عارفين إن أو نكون قادرين to define أو identify the opportunities for growth، وين هي فرص النمو تبعتنا، as well as strategies that are performing as well as they should. وبرضه بنكون قادرين نعرف which strategy is not performing well، أنو استراتيجية مش عم تعمل معانا صح أو مش عم تشتغل معانا زي ما إحنا بدنا. فعشان هيك إحنا بنكون عم بنقارن ال سوري عم بنقارن حالنا في الكومبيتيتورز. هلا التحليل هذا اللي هو السوشيال ميديا كومبيتيتيف اناليسيس سبيسيفيكلي ويل هيلب يور بزنس، رح يساعد البزنس تبعنا. بس كيف رح يساعد؟ رح يساعده بعدة امور. من هاي الامور تو ايدنتيفاي هو يور كومبيتيتورز ار اون سوشيال ميديا. اول شيء بنكون عارفين مين المنافسين تبعونا على السوشيال ميديا، نو ويتش سوشيال ميديا بلاتفورمز ذي ار اون، بنكون عارفين هم ايش البلاتفورمز او المنصات التواصل الاجتماعي اللي عم بيستخدموها، نو هاو ذي ار يوزينج ذوز بلاتفورمز، كيف عم بيستخدموا هاي البلاتفورمز، اندرستاند هاو ويل ذير سوشيال اند كونتنت ستراتيجيز ار وركينج، بنكون عارفين كيف بيستخدموا المنصات وكيف تنجح استراتيجياتهم الاجتماعية والمحتوى تبعهم عم بينجح. برضه لازم نعمل بنش مارك سوشيال ريزلتس اجينست ذا كومبيتيشن، لازم احنا نكون عم بنقيس او عم بنقارن نتائج الوسائل التواصل الاجتماعي مع المنافسين عشان نحدد التهديدات اللي ممكن انها تصير على البزنس تبعنا. برضه find gap in your own social media، برضه بنعرف الثغرات في استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا. هدول هم كيف انه السوشيال ميديا competitive analysis بساعد البزنس تبعنا، بساعده بهاي الامور كلها بنكون احنا قادرين نسيطر عليها وقادرين نعرفها. هلا maybe one of your competitors is dominant on Facebook for example but Tim have put little effort in Twitter or Instagram. هلا ممكن انه احد منافسينا بكون مهيمن مثلا على الفيسبوك but Tim has put little effort in into Twitter or Instagram، بس ما بيكونوا حاطين جهد كبير على التويتر وعلى الانستغرام. فعشان هيك احنا لازم نعرف ايش البلاتفورمز اللي عم بيستخدموها الاودينسز، ونحاول ان نستخدم البلاتفورمز الأنسب للكاستمرز تبعونا. learn about your competitors give you insight into your own business and your audience. هلا احنا لما نتعرف على الكومبيتيتورز تبعونا this will give us insight للبزنس تبعنا وللاودينس تبعونا، يعطينا نظرة ثاقبة لنشاطنا التجاري ولا جمهورنا برضه.
لأنه ممكن يكون في overlap with your competitors audiences، ممكن يكون في خلينا نحكي تداخل ما بين جمهورنا الـ audiences تبعونا والـ audiences تبعون الـ competitors. فعشان هيك insight a social media competitive analysis can give you، بيقدر يمنحنا الـ social media competitive analysis عدة أمور: performance benchmark for your own business such as average followers, engagement rates and share of voice. ممكن انه معايير الاداء لعملنا الخاصه فينا البرفورمانس بنش مارك فور يور اون بزنس عم بيعطينا لمحه عن متوسط المتابعين، عن معدلات المشاركه، عن حصة الصوت الموجودة إلنا. فعشان هيك السوشيال ميديا كومبيتيف أناليسيس بيعطينا عدة أمور ممكن نعرفها. برضه من الأشياء اللي ممكن نعرفها من الكومبيتيف أناليسيس الأيدياز فور ذا بيست تايم تو بوست إن سوشيال ميديا، متى هو الوقت المناسب اللي ممكن إن ننشر فيه البوست تبعونا أو نشارك البوست تبعونا. An understanding of the potential customer pain point. ممكن كمان نقدر نفهم نقاط الألم المحتملة عند العملاء. وممكن كمان يطلع معنا من الـ social media competitive analysis new ideas for content. تطلع عنا أفكار جديدة للكونتنت تبعنا وللمحتوى تبعنا اللي ممكن إنه يعمل resonate with our audiences. فعشان هيك لازم نكون عارفين انه السوشيال ميديا كومبتيتيف اناليسيس عم بيعطينا عدة امور او عم بيوفر لنا عدة امور. برضه ممكن يوفر لنا انه an understanding of how to communicate with your audience on certain platforms، ببين لنا كيف او كيفية التواصل مع الجمهور تبعنا، مع الاودينسز تبعنا على different platforms، على منصات مختلفة. وممكن يعطينا برضه من السوشيال ميديا كومبتيتيف اناليسيس ايدياز تو ديفرنشيت يور براند، ايدياز عشان نميز علامتنا التجارية. هاي هي الامور اللي ممكن يزودنا فيها اذا كان عندنا سوشيال ميديا كومبتيتيف اناليسيس. هلا رح نحكي عن السوشيال ميديا ليسينينج. لما بيحكونا يوز السوشيال ميديا ليسينينج، وات از السوشيال ليسينينج؟ سوشيال ليسينينج is the practice of monitoring social media channels for mentions of your brand, competitors' brand and related keywords. رح نحكي انه social listening هو عبارة عن الاستماع الاجتماعي. الاستماع الاجتماعي هو عبارة عن ممارسة مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي. احنا بنعمل monitoring للسوشيال ميديا channels، بنكون عم بندور واحنا عم نعمل عملية الاستماع الاجتماعي عن ذكر علامتنا التجارية. وين كان في منشنز للبراند نيم تبعتنا؟ وين كان في منشنز للكمبيوتر براندز، للمنافسين، العلامات التجارية المنافسة؟ وين ايش هي الكي ووردز اللي تم استخدامها او ذات صلة؟ فالسوشيال ليسيننج بيساعدنا ان نعرف المنشنز لنا للبزنس تبعنا، المنشنز للكمبيوتر براندز، وايش الريليتد كي ووردز اللي تم استخدامها من قبل الاودينسز. فالسوشيال ليسيننج از انذر واي تو كيب ان اي اون يور كومبيتيتورز، هي طريقة عشان نضلنا حاطين عنا او نراقب المنافسين. Do search for the competition's company name, account, handles and other relevant keywords on social media. دائما لازم نعمل بحث عن أسماء الشركات، نعرف الحسابات، نعرف الكلمات الرئيسية اللي بيتم استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي، نتعرف ايش الكومبيتيتورز عم بيعملوا شيرينج لايش بالضبط، ايش الكونتنت تبعهم، ايش عمليات الشيرينج او الانجيجمنت اللي بتوفر لهم مكتسبات للحملات تبعهم. فعشان هيك دائما لازم يكون في عندنا سوشيال ليسينينج، سواء وي ار ليسينينج او مونيتورينج سوشيال ميديا شانلز لإلنا لاور براند او للكومبيتيتور براند. فعشان هيك دائما لازم نكون عم نعرف ايش اسم الشركات المنافسة، ايش الاكونتس تبعونهم، ايش الكي ووردز اللي عم بيستخدموها اون سوشيال ميديا عشان يكون عندنا اطلاع كامل على المنافسين. واي سوشيال ميديا ليسينينج از ا برو اكتيف، هي تعتبر عملية الاستماع
إلى وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة proactive، يعني هي وسيلة استباقية to track, analyze and respond to online conversation، عشان نتبع المحادثات عبر الإنترنت وتحليل الرد عليها. فعشان هيك سميناها عملية proactive. Social media monitoring is more reactive. هلا لما نيجي نحكي عن السوشيال ميديا مونيتورينج اللي هي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، رح نحكي إنها هي عملية reactive. فالسوشيال مونيتورينج looks at specific brand mentions and sends alert whenever your brand is mentioned online. مجرد ما يتم منشنة البزنس تبعنا أو ذكر أو الإشارة إلى علامتنا التجارية، بيتم إرسال تنبيهات إنه تم ذكر علامتنا التجارية. فإحنا هون بنكون إحنا عم نعمل براند مونيتورينج، إيش مين اللي عمل منشن للبراند نيم تبعتنا، بأي وقت بوصلنا أليرس. فإحنا بنكون قادرين نراقب. It can be useful for quickly responding to any negative sentiment or complaint. إذا إحنا عم نعمل براند مونيتورينج واجانا اي نيجاتيف سنتيمنت اور كومبلين، اجانا شكاوي، اجانا حد عم بيحكي بشكل نيجاتيف عن البراند نيم تبعتنا او بشكل سلبي، معناته احنا قادرين ان نرد بشكل سريع، quickly responding to any negative sentiment or complaint. بس طبعا اكيد لازم نكون عارفين انه it does not give you a big picture view of what people are saying about your brand or industry. ما بيعطينا يعني لمحة أو رؤية واضحة بشكل كبير لإيش الناس أو البيبل عم بيحكوا عن علامتنا التجارية أو عن الصناعة اللي إحنا موجودين فيها. بس نعرف إنه السوشيال مونيتورينج أي حد بيعمل منشن للبراند تبعتنا أونلاين، إحنا قادرين نراقبه، وصلنا أليرت. بعد هيك إحنا بنكون قادرين إن نعمل very quick response to any negative sentiment or complaint. Social listening, on the other hand, give you a complete overview of all online conversations related to your brand, product, industry, and competitors. زي ما احنا عارفين الاستماع الاجتماعي social listening بيعمل لنا نظرة شاملة complete overview لكل الاونلاين conversation، لكل اشي عم بتم المحادثة فيه عبر الانترنت. بكون بتتم المحادثة عن البراند تبعتنا او عن البرودكت تبعنا، العلامة التجارية تبعتنا أو المنتج تبعنا أو الصناعة تبعتنا، أو برضه ممكن عن الكمبيوترز، عن المنافسين. This holistic approach provides valuable insight that can help you make strategic decision about your marketing and social media strategy. هلأ لما يكون في عندنا social listening وإحنا عم نسمع الكونفرزيشن عن البراند تبعتنا وعن البرودكت تبعتنا والاندستري تبعتنا، هذا بيعطينا holistic approach، بيعطينا نهج شامل، رؤى قيمة يمكن أن تساعدنا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن استراتيجية التسويق تبعتنا ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في البزنس تبعتنا. In short, if you want to stay on top of the latest trends and see what people are saying about your brand over time, you need a social listening strategy. في النهاية إذا بدنا نضلنا إحنا على اطلاع بأحدث الاتجاهات latest trends ومعرفة what people are saying about your brand، إيش الناس عم تحكي عن البراند تبعتنا، we need a social listening strategy. لازم يكون في عنا استراتيجية استماع اجتماعية. إذا كنا عم نستخدم السوشيال ميديا لازم نقيم جهودنا، الإفورت اللي إحنا عم نبذلها. فعشان هيك you should ask yourself the following questions. إحنا كبزنس لازم نسأل حالنا هاي questions: what's working and what's not؟ إيش الإشي اللي عم بنجح على السوشيال ميديا وإيش إشي مش عم بنجح؟ who's engaging with you؟ مين اللي عم بتفاعل معنا؟ what are your most valuable partnership؟ مين هم الشركاء الأكثر قيمة بالنسبة لنا؟ which network does your target audience use؟ أنو networks، أنو شبكة target audiences تبعونا are using، عم بيستخدموا؟ how does your social media presence compare to the competitions؟ كيف الظهور للبزنس تبعنا online مقارنة في الظهور للcompetitors، للمنافسين؟
مجرد ما جمعنا all this information you will be ready to start thinking about ways to improve. بنبلش احنا ندور على طرق وان نحسن هاي الاستراتيجية والبزنس والبرودكتس اللي عندنا. The benefits of conducting social audits, عندنا عدة benefits من انه لما يكون في عندنا social audits. عندنا enhanced brand reputation, بحسن سمعة البراند نيم تبعتنا العلامة التجارية. بيعمل لنا risk management, إدارة للمخاطر. Improve organizational performance, بحسن لنا أداء المنظمة أو البزنس تبعنا. Compliance with legal and ethical obligation, بنكون إحنا قادرين نتواءم مع الأشياء أو الأمور القانونية والأمور الأخلاقية. وبرضه بيزيد increase stakeholder trust, الثقة ما بين ال stakeholders. هاي هي ال benefits من ال social audit. في الستيب 4 do a social media audit. لازم نعمل social media audit. Your audit should give you a clear picture of what purpose each of your social account serves. الاوديت دائما بيعطينا صورة واضحة من الغرض اللي بيخدمه كل حساب من حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعية. يعني كل حساباتنا الاجتماعية بنكون عارفينها. إذا كان الغرض أو الـ purpose of an account is clear, كان واضح الغرض من الحساب اللي إحنا عم نستخدمه، معناته بنخلي هذا الـ خلينا نحكي بنخلي هذا الحساب. بس إذا ما كان الغرض واضح رح هون نواجه بعض المشاكل. فعشان هيك برضو لازم نسأل عدة أسئلة عشان to decide إذا رح نضلنا نستخدم هاي الحسابات السوشيال أكاونت ولا مش رح نستخدم هاي السوشيال أكاونت. ايش اللي بخلينا نستخدم اكونت عن اكونت ثاني؟ اللي هو الاجابه على هاي الاسئله. Is my audience here؟ هل الناس اللي عم نستهدفهم عم بيستخدموا هذا الاكونت ولا لا؟ If so، اذا عم بيستخدموه، How are they using this platform؟ كيف عم بيستخدموا هاي البلاتفورم؟ هل بقدر استخدم مثلا حسابات ديسك المساعدة في تحقيق أهدافي ولا ما بقدر؟ فعشان هيك لازم نجاوب على هاي على هاي الأسئلة عشان نعرف إحنا نخلي السوشيال أكاونت هاد ولا ننتقل لسوشيال أكاونت تاني أو لأنذر بلاتفورم. الستيب 4 هون برضه دو السوشيال ميديا اوديت، لوك فور امبوستر اكونتس. دائما واحنا عم بندور او عم نعمل الاوديت يعني during the audit you may discover fake account using your business name or the names of your products. ممكن نلاقي في fake accounts مزيفة عم تستخدم اسم البزنس تبعنا او عم تستخدم اسم البرودكتس تبعونا. فاحنا عم نعمل audit ممكن نسيطر على هاي الاكونتس. These imposters can be harmful to your brand. ممكن انها تكون جدا ضارة بعلامتنا التجارية، لانهم هم بيكونوا already fake accounts, they are capturing our followers. عم بصيدوا او عم بياخذوا الفولورز تبعونا. فعشان هيك you may want to get your account verified. لازم نعمل accounts تبعونا للبزنس تبعنا verified. لما نحكي عن كلمة verified إن لازم نتحقق من الأكاونتات تبعونا ونثبتهم ونسجلهم to ensure your fans they are dealing with your real يو، عشان نأكد على العملاء انهم عم بيتعاملوا مع البزنس الحقيقي. هلا لما نيجي نحكي وات از مثلا وات از فيسبوك فيريفيكيشن، لما نيجي مثلا نوثق حساباتنا عبر الفيسبوك، الفيسبوك فيريفيكيشن از ذا بروسيس اوف جيتينج ان اكونت اور بيج فيريفايد تو شو اذر يوزرز ذات ات ريبريزنت يو اوثنتيك بريزنس اون ذا بلاتفورم. هون بتكون لما نيجي مثلا نتحقق من فيسبوك نعمل فيسبوك فيريفيكيشن، هي عملية التحقق من حساب أو صفحة لإظهار المستخدمين الآخرين إنها تمثل وجودك الحقيقي. إذا كان في عندنا فيسبوك فيريفيكيشن معناته فيسبوك متعرف علينا وعارف مين إحنا وإحنا مزودينه في أوراق صحيحة 100%، فبكون عم بيعطينا علامة لونها أزرق زي ما أنتم شايفين عندنا هون في الصورة. هون هاي العلامة بتدل على إنه we are verified، إحنا ناس حقيقيين. we are not a fake account، إحنا مش ناس أو مش بزنس مزيف. فدايما لازم نحاول إن نعمل verification على كل الأكاونتس الموجودة عندنا. هلا هون بيكون verifying social media accounts began with Twitter. تويتر أول واحد بلش يعمل verification في 2009، في عام 2009،
عشان يكون to make to mark genuine account public figures or notable organization، عشان يحدد البابليك فيجرز الناس البابليك، وبرضه بعض الاورجنايزيشنز المعروفه. بعد هيك بعد ما بلش تويتر ب 2009، بلش انه فيسبوك فولد سوت ويز اتس اون بلو فيريفيكيشن. بلش فيسبوك عم بيعمل فيريفيكيشن تشيك ماركس، بلش يعمل الفيريفيكيشن تشيك ماركس ب 2013، ب 2013. اما بالنسبه لانستغرام فهو بلش ب 2014 لحق الفيسبوك. فالفيسبوك فيريفيكيشن او الاكونت فيريفيكيشن اتس فيري امبورتنت، على اساس ما يكون في فيك اكونت والناس تعرف انه احنا وي ار ريال، او احنا حقيقيين، او they are dealing with a real business not a fake business. Step 5, set up accounts and improve profile. Decide which network to use. احنا لازم نحدد الشبكة اللي لازم احنا نستخدمها. بس نحدد السوشيال نتورك تو يوز، يو ويل اولسو نيد تو ديفاين يور استراتيجي فور ايتش. كل سوشيال نتوركس عم نستخدمها لازم يكون في لها استراتيجية عم نستخدمها لهاي السوشيال نتورك. Pro tip, write out a mission statement for each network. إذا كنا عم نعمل network فكل network لازم يكون في إلها mission statement، يعني بنبين مهمة كل network. A one sentence declaration to keep you focused on a specific goal. هي بتكون عبارة عن، خلينا نحكي، جملة واحدة عشان نركز على أو للحفاظ على تركيزنا على هدف محدد. For example, we will use Twitter for customer support to keep email and call volume down. هون احنا حددنا ليش احنا رح نستخدم تويتر. رح نستخدم تويتر لدعم العملاء للحفاظ على انخفاض حجم البريد الإلكتروني والمكالمات مثلا. أو ممكن نستخدم we will use LinkedIn for promoting and sharing our company culture to help the recruitment and employee advocacy. هون ممكن نستخدم LinkedIn للترويج عن ثقافة شركتنا ومشاركتها للمساعدة في التوظيف والدفاع عن الموظفين. هون إذا كنا بنستخدم LinkedIn، بنلاحظ هون إنه كل أكاونت عم بنحط له mission statement عشان نضلنا مركزين على الجول من استخدام هاي النتورك. هاي هي المين بوينت هذا الموضوع. هلا بنكون عارفين انه while larger businesses can and do tackle every platforms. هلا الشركات الكبيره ممكن انها تعالج كل المنصات، بس small businesses may not be able، ممكن ما تكون قادره. بس مش مشكله، لازم دائما to prioritize social platforms that will have the most impact on your business and make sure your marketing team has the resource to handle content for those network. If you need help focusing your first efforts. هلا احنا بالعاده الشركات الكبيره ممكن انها تعالج كل المنصات، بس السمول بزنسز ممكن ما تكون قادره. فعشان هيك لازم نحدد اولويات كل المنصات، او نحدد اولويات المنصات. انو منصه اهم شيء للبزنس تبعنا؟ انو منصه عم تخدم البزنس تبعنا اكثر؟ المنصة الفعالة أكثر نعطيها أولوية، نعطيها أولوية في التعامل معها، بنعمل هاندل للكونتنت تبعها لهذه النتورك، وبنضلنا مركزين جهودنا الإفورت تبعتنا على هاي المنصة. فعشان هيك لازم نكون عارفين أنه منصة is the best، أنه منصة اللي عم بتجيب لنا أكثر تفاعل وأكثر interaction، عشان نركز عليها أكثر ونعمل هاندل للكونتنت تبعها، وبرضه نعمل فوكس للإفورت تبعنا على هاي المنصة. برضو we need to set up your business profile once you've decided which network to focus on. هلا احنا ركزنا وعرفنا انه network to focus on، انه network رح نركز عليها. بعد هيك اذا عرفنا ايش النتورك اللي رح نركز عليها، we have to create our profile. لازم نعمل profile او انه نعدل او to improve our profile the existing one موجود عندنا، ونعمل alignment ما بين الاستراتيجي تبعتنا وما بين البروفايل تبعنا. فعشان هيك we have to make sure that we are filling out all the profile fields للبزنس تبعنا. بنكون احنا حاطين we include، بتضمن ذلك انه نحط الكيورد the people are using، people اللي عم بيستخدموها أكثر إشي،
نستخدم use consistent branding logs images وغيرها. رح نستخدم خلينا نحكي البلوجز الايميجز المناسبة للنتورك تبعتنا او للبروفايل تبعنا عشان يتم التعرف عليه بشكل سهل easily recognizable. كل ما كان البروفايل واضح للبزنس تبعنا واحنا حاطين فيه الكيوردز الصحيحة وحاطين فيه الايميج الصحيحة واللوجوز الصحيحة، وكل ما كنا عم بنحط هاي كواليتي ايميجز هاي كواليتي كونتنت كل ما كان easy to recognize. النقطة السادسة أو المرحلة السادسة أو الستيب 6 find inspiration. find inspiration لازم نلاقي حد يلهمنا to inspire our business on social media، حد يلهم علامتنا التجارية أو يساعد علامتنا التجارية أو نستخدم خلينا نحكي أفضل إشي لعمليات الإلهام في السوشيال ميديا. فعشان هيك دائما لازم نلاقي inspiration. طب إيش هي من وين نقدر نلاقي الانسبيريشن الإلهام؟ أول إشي عندنا عدة نقاط، 5 نقاط. ممكن الهوب أون ترند، ندور على الترندات ونقفز على الترندات. check out your competition، ممكن نجيب الانسبيريشن والإلهام تبعنا من الكومبيتيشن من المنافسين. react a classic، أو ممكن turn to your audience، نروح للجماهير تبعنا وننتقل للجماهير تبعنا ويكونوا هم العم they inspire our business. أو start using plan، استخدام الخطط. رح نتعرف عليهم ومعانيهم ايش فعلوا. hop on a trend، social media is dominated by what trending right now. دائما السوشيال ميديا او بتهيمن اتجاهات السوشيال ميديا على في الوقت الحالي على الاتجاهات الترندز اللي عم بتصير. فكل الترندات which means that trends are a great place to start your search for a new content ideas. لما نشوف الترندات هي بتكون نقطة بداية عشان ندور على الكونتنت ايدياز، على افكار للمحتوى تبعتنا. هلا كل يوم او كل اسبوع او كل شهر عم بيطلع نيو ترند بوب اب اكروس اول سوشيال ميديا بلاتفورمز، عم بيطلع عندنا ترندات جديدة عم تعمل بوب اب على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز giving you the chance to add to add to existing conversation and idea with your own unique perspective. فعشان هيك احنا دايما لازم ندور على الاتجاهات الجديدة، على الترندز الجديدة عبر جميع المنصات الاجتماعية. هذا بيتيح لنا الفرصة ان ندخل conversation وافكار حالية جديدة وفريدة. There are many benefits to joining in on social media trends. في كتير فوائد اذا احنا تبعنا او انضمينا للسوشيال ميديا ترندز. هلا من البينيفيتس تبعون السوشيال ميديا ترندز trending content is quick to convert. هلا الترندنج كونتنت اذا كان الكونتنت تبعنا trending معناته سهل انه نوصل للاودينسز وسهل انه يصير في عليه participation عمليه تفاعل على الترند هذا لانه already it's pop up وهو مشهور على كل وسائل التواصل الاجتماعي. You can capitalize on interested audiences who might not otherwise know about your account or brand. ممكن إنه إحنا خلينا نحكي نستفيد من الجماهير المهتمة على حساباتنا ونجيب برضه interested audiences who might not otherwise know about your account or brand. هلأ في بعض الأودينسز ما بيكونوا بيعرفوا الأكونت أو البراند تبعتنا، فاحنا ممكن نخليهم انترستد في الاكونت في البراند تبعتنا من خلال الترندز اللي عم بننزلها. برضه ترندز also offer a guideline for structure and content meaning that you can give you the tools you need to create clear temp effective content. ممكن انه يساعدنا على انشاء محتوى واضح وفعال. فعشان هيك دائما لازم نكون احنا عم بنشاهد الترندز ومطلعين عليها بشكل خلينا نحكي يومي أسبوعي وشهري. برضه في من الأشياء اللي عم تعملينها الانسبيريشن check out your competition.
هم بيحكوا لنا as a content creator on social media you are an artist and good artistic inspiration from the creative of others. هلا دائما الإلهام بيجينا من إبداعات الآخرين، فعشان هيك دائما لازم نعمل check up على ال competitors تبعونا to see what works well and how you give their content themes your own touch. هلا احنا نلمح ايش الكمبيوترز عم بيعملوا وايش المنافسين رؤيتهم وايش المحتويات اللي عم بينزلوها، وبنحاول ناخذ منهم ونعدل على الكونتنت تبعهم بما يتناسب مع البزنس تبعنا. مش احنا بنسرق الكونتنت او الالهام هذا از زي ما هو، لا احنا بنعدل عليه وبنطلع good ideas to stay up to date with other accounts with your niche. This means that you can keep an eye on your industry and your audience. دائما لازم نخلي حالنا كبزنس نراقب الاندستري الصناعة والاودينسز تبعونا عشان يكون في عنا اطلاع، نكون قادرين نعمل كونتنت كرييشن وناخذ انسبيريشن من الاودينسز للاندستري تبعتنا ومن الكومبيتيتورز تبعونا. برضه في عنا React a classic when a piece of content work it worth considering why. هلا لما يكون في عنا جزء من المحتوى عم بيشتغل وعم بيجيب لنا كثير audiences لازم نعرف ليش عم بصير معنا هيك. If you lacking social media content inspiration، إذا ما كان في عنا content inspiration إلهام للمحتوى تبعنا، نقدر مرة تانية ناخذ من البوست القديم الباست بوست ونقدر نعدل عليها ونرجع ننشرها مرة تانية. يعني احنا بنشوف ايش شيرنا من قبل وانو بوست كان عليها تفاعل اكثر للبزنس تبعنا، فبنقدر نعرف لازم نعرف ليش السبب انه هون كان في عندنا تفاعل اكثر، فممكن نقدر ناخذ هذا البوست مرة تانية ونعمل له كونتنت انسبيريشن، نعمل منه كونتنت انسبيريشن الهام للكونتنت الجديد اللي راح يصير عندنا او نعدل على هذا الكونتنت. برضو في عنا turn on to your audience، ممكن ان احنا ناخذ الانسبيريشن من الاودينسز تبعونا من اللي هو الجمهور تبعنا، فعشان هيك دائما we have to focus on our audiences what kind of frequently asked questions. ايش عم بيسألوا دائما بشكل متكرر؟ هل دائما ايش الاسئله اللي عم بدوروا عليها؟ ايش التبس اللي عم بيطلبوها؟ هلا ممكن احنا نسال اودينسز تبعونا زي ما انتم شايفين عندنا هون would you like to see more or less reels عن البزنس تبعنا. هلا هون احنا بنكون عم نعمل زي خلينا نحكي استفتاء للعملاء تبعونا، نشوف هل حبوا الريل ولا ما حبوا، ناخذ وجهة نظرهم عشان نشوف what inspires them وايش اللي ما عم بيعملهم inspire، او ناخذ inspiration منهم الهام لايش هم عم بيحبوا وايش هم عم بيكرهوا. فممكن نستخدم هاي الطريقة، نطلع على الاودينس وناخذ الانسبيريشن منهم. زي ما حكيت ممكن نعمل polls and the questions tool to ask your audience how your account can serve them، كيف إنه حساباتنا ممكن تخدمهم، فممكن ناخذ استطلاعات رأي أو نسألهم دايركت إيش الأشياء اللي هم عم بحبوها أو بحبوا إنهم يشوفوها في الكونتنت تبعنا. Start using plan. A social media inspiration list could never be complete with our favorite inspiration source. The plan app. في عنا plan applications. هاي ال plan applications بتتيح لنا خطط او allows your business to map out content ideas. بيطلع لنا content ideas خطط او افكار للمحتوى وكابشنز، وبعض الكابشنز بتطلع لنا او بعض الهاشتاجز علامات تصنيف اللي ممكن انه احنا نستخدمها او نخصصها للمحتوى تبعتنا. فممكن ناخذ بلان جاهزة بس إنه إحنا نعدل عليها كإنسبيريشن. ستيب 7 هون عندنا create a social media content. السوشيال ميديا كونتنت اوريدي احنا كنا حاكيين عن الكواليتي كونتنت، فشيرينج جريت كونتنت از اسينشوال، كثير ضروري ان نشير جريت كونتنت محتوى رائع.
but it's equally important to have a plan in place for when you will share content to get the maximum impact. هلا حلو انه يكون عندنا great content، content رائع، بس برضه كمان لازم يكون في عندنا خطة plan متى نعمل شير للكونتنت، بأي وقت إنه إحنا نشارك الكونتنت تبعنا عشان نحصل على أكثر تأثير، the maximum impact. كل ما عرفنا الأوقات المناسبة وكان عندنا خطة للأوقات المناسبة متى ننشر الجريت كونتنت تبعنا، كل ما كنا فعالين أكثر. فعشان هيك دائما لازم يكون في عندنا social media content calendar عشان نعرف متى التايم اللي إحنا ننشر فيه، ومتى التايم بيكون في interaction مع الاودينسز عالي. فكل ما عرفنا الاوقات الصح والاوقات اللي احنا نقضيها في التفاعل مع الجمهور كل ما كان افضل. بس بعض المرات خلينا نحكي احنا كبزنسز لازم نسمح في المشاركة التلقائية، مش شرط انها تكون بلانت. برضو بيحكوا لنا set your posting schedule. حتى احنا لما نيجي نعمل بوست لازم يكون في عنا schedule معين متى ننزل البوست، ايش هي البلان للميديا اكتيفيتيز تبعتنا او السوشيال ميديا اكتيفيتيز تبعولنا. هلا احنا البوست ممكن يكون فيه images، ممكن يكون فيه link sharing، ممكن يكون عمليات الريشيرز وغيرها، بلوج بوست، ممكن يكون فيديوز. فاحنا لازم نكون عارفين بالضبط ايش نوع الاكتيفيتي اللي احنا رح نعملها بوست، رح ننزلها تمام، ومتى ننزلها، what time we have to post the content for social media، او متى to run a social media campaigns، متى انه احنا نطلق حملاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. That's why we need a calendar to ensure your posts are spaced out appropriately and published at the best time to post. في عنا best time to post، هاي الأوقات اللي إحنا أفضل أوقات اللي إحنا ننشر فيها. برضه لازم ناخذ في عين الاعتبار إنه إحنا لما نحط calendar للcontent strategy تبعتنا ونحط mission statement assigned with each social profile، ونحط mission statement لكل بروفايل تبعنا، that so that everything you post is working to support your business goals. كل إشي إحنا عم ننشره عم بدعم البيزنس جولز تبعتنا، مش عم ننشر بشكل عشوائي. عشان إذا إحنا كنا عم ننشر بشكل عشوائي رح نلاحظ إنه الناس رح خلينا نحكي تصاب بالملل من هذا النشر العشوائي، أو رح نكون annoying للأودينسز تبعولنا. فعشان هيك دائما لازم يكون في عندنا استراتيجي صح، بلان صح لكل الكونتنت والبوست اللي احنا عم نستخدمهم، ونختار الاوقات الصحيحه. Determine the right content mix، لازم نحدد المزيج المحتوى الصحيح اللي لازم ننشره. هلا ممكن انه we can decide مثلا نحط 50% of content will drive traffic back to your website، او 25% of content will be created for other sources، 20% of content will support lead generation. هون احنا بنحدد انه 50% من المحتوى رح يزيد لنا او يعيد لنا حركة المرور الى موقع الويب الخاص فينا، وممكن 25% من المحتوى بيكون من مصادر اخرى رح يدعمنا. في برضه ممكن نحدد انه 20% of content will support lead generation goals، رح يدعم لنا 20% من محتوى اهداف توليد العملاء المحتملين. هلا عشان هيك، او مثلا 5% of content will be about your company culture. لازم نحدد الميكس تبعنا، قديش النسب اللي رح نعطيها انه ننشر company culture، ثقافه المنظمه تبعتنا، انه نعمل lead generation، قديش لازم احنا بنحتاج عشان نجيب content من مصادر ثانيه او ننشر من مصادر ثانيه، او كم، او قديش مثلا ممكن يكون في عندنا نسبه من الكونتنت اللي احنا رح ننشرها عشان يرجع لنا الترافيك. فعشان هيك لازم نكون عاملين right content mix. هلا ممكن نستخدم قاعدة 80 ل 20 rule. ال 80 ل 20 rule بتحكي لنا انه 80% of your post should inform, educate or entertain your audience. 80% من البوست تبعنا اللي احنا بننزلهم بتكون عم خلينا نحكي بتثقف الاودينسز تبعونا، او بتسلي الاودينسز تبعونا، او بتخبي الاودينسز تبعونا،
و20% كان دايركتلي بروموتد يور براند، نقدر نروج فيها العلامة التجارية مباشرة لعملائنا. هاي قاعدة 80 ل 20 ممكن إن نستخدمها. برضه ممكن نستخدم الرايت كونتنت ميكس، ممكن نستخدم السوشيال ميديا كونتنت ماركتنج رول اوف ثيردز. الثيردز هاي القاعدة بتحكي انه 1/3 of your content promotes your business, convert readers and generate profit. ممكن انه يكون في عنا تقريبا ثلث المحتوى الخاص فينا عم بنروج فيه البزنس تبعنا، وعم بنحول اللي عم بقرأه وبنحقق الأرباح، والثلث اللي بعده 1/3 of your content shares ideas and stories from thought leaders in your industry or like-minded business. ممكن الثلث اللي بعده خلينا نحكي بنشارك أفكار خاصة فينا، قصص من قادة الفكر في مجال العمل تبعنا أو الشركات ذات التفكير المماثل. والثلث ال 1/3 of your content is personal interaction with your audiences. الثلث المحتوى الخاص فينا وتفاعلات شخصية مع الجمهور. فهون ممكن إحنا نقسمها على حسب ال rule of thirds. فإحنا بنختار ال right content mix اللي بتناسب مع البزنس تبعنا وبنبلش إنه نشتغل عليها. بس برضه بيحكوا لنا don't post too much or too little. مش لازم إنه إحنا نعمل posts كتير أو too little أو قليل. إذا إحنا عم بنبلش social media marketing strategy from scratch من الزيرو، يعني you might not have figured out how often to post to each network. ما بنكون عارفين قديش ننزل بوست على النتوركس تبعونا أو for a maximum engagement yet. Post too frequently and you risk annoying your audiences. إذا عملنا بوست frequently بشكل متكرر ممكن إنه we gonna annoy our audiences، رح نزعج ال audiences تبعونا. But if you post too little, if we post too little in our business، يعني نشرنا شوي أو قليل، you risk looking like temp you are not worth following. رح يبين ال profile تبعنا أو business تبعنا إنه لا يستحق المشاهدة لأنه إحنا we are posting too little. فعشان هيك لازم نكون عارفين آلية البوستينج. في عدة أمور ممكن نستفيد منها. هلا على الانستغرام فيد بيحكوا لنا مثلا من 3 to 7 times per week، من 3 إلى 7 مرات في الأسبوع. الفيسبوك 1 to 2 times per day. التويتر بيحكي لنا 1 to 5 times per day. لينكدين بيحكي لنا 1 to 5 times per day. لازم نتطلع على هاي الأمور ونكون عارفين بالضبط متى ننشر وكم مرة نكرر عملية النشر. A bit deeper, provide some example of the type of content you will post to fulfill your mission on each network. لازم نكون عاملين أمثلة على نوع المحتوى الذي سننشره عشان نحقق مهمتنا على كل شبكة. فدايما لازم نكون عارفين شو نوع المحتوى برضه. الايديا هون keep your content aligned with your purpose of each network. دايما لازم يكون في عنا مواءمة أو يكون في عنا توافق ما بين النتوركس تبعونا والكونتنت. وبرضه لازم نظهر لأصحاب المصلحة اللي هم الستيك هولدرز what kind of content they can expect to see on each network. إيش نوع المحتوى اللي ممكن إنهم يشاهدوه على الشبكات المختلفة. في عنا برضه الـ step 9 track performance and make adjustment. هون عم بيحكوا لنا إنه your social media marketing strategy is a hugely important document for your business. هي تعد استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة جدا مهمة لغاية البزنس تبعنا، وما بنقدر نمشي أو نتعامل أو نشتغل بشكل صحيح من المحاولة الأولى من الـ first attempt. لازم دايما يكون في عنا تكرار. لما نبلش ننفذ to implement our plan and track the results you may find that some strategies don't work as well as you'd anticipated. بعض الاستراتيجيز ما بتمشي زي ما احنا بدنا، لا بعض الاستراتيجيز لازم نشتغل عليها اكثر عشان نقدر نوصل للنتائج اللي احنا عم نتوقعها. فعشان هيك دائما we have to look at performance matrices. ال performance matrices اللي احنا شرحناها في ال step 1 في المحاضرة الماضية. بس برضو انه احنا لازم يكون في عنا analytics عم بنحلل السوشيال نتوركس، وعم نستخدم الـ UTM parameters to track social visitors as they move through your websites.
نستخدم اليو تي ام بيراميترز عشان نضلنا نتبع وين الفيزيتورز عم بيمشوا في الويب سايت تبعنا، ايش المنشورات اللي عجبتهم بالضبط، ايش اكثر البوست ار درايفنج ترافيك تو اور ويب سايت. هذا كله بنقدر نعرفه من خلال السوشيال ميديا ريبورتس او اليو تي ام بيراميترز. اليو تي ام بيراميترز ار شورت بيس اوف تكست، هي عبارة عن أجزاء قصيرة من النص that you add to links، عم بنضيفها على اللينكس تبعت الويب سايت تبعنا. هذا البارامترز convey information about the links placement purpose and content making tracking clicks and traffic from a specific social media posts or campaign easy. هلا هذا ال UTM زي ما حكيت لكم هو جزء قصير من النص عم بنضيفه على الروابط تبعنا، بنقول لنا معلومات حول مواضيع الرابط والغرض منه ومحتوى. فلما يحط لنا كل هاي المعلومات على اليو تي ام بارامترز بنكون احنا قادرين ان نتبع عدد النقرات الكليكس اللي عم تيجينا، الترافيك حركة المرور من خلينا نحكي من سبيسيفيك سوشيال ميديا بوست اور كامبين فيري ايزي، فبسهل علينا العملية جدا. وبرضه لازم نعمل ري ايفالويت تيست اند دو ات اول اجين وانس ذا داتا از داتا ستارتس كومينج ان. بلش مجرد ما بلشنا نجمع داتا وي هاف تو يوز ات تو ري ايفالويت اور استراتيجي ريجولري، دائما لازم نستخدمها عشان نضلنا نراجع الاستراتيجي تبعتنا بشكل دوري، ونستخدم هاي الانفو اللي احنا جمعناها تو تيست ديفرنت بوست سوشيال ماركتينج كامبينز عشان نفحص أو نختبر المنشورات المختلفة وبرضه الماركتينج كامبينز الحملات التسويقية الاجتماعية and strategies against one another، ونقيس برضه فيها الاستراتيجيات ضد بعضها البعض. كل ما كنا احنا عم خلينا نحكي عم نعمل consistent testing allows you to understand what works and what doesn't، ايش اللي عم بيشتغل معنا وايش الاشياء اللي مش عم تشتغل معنا على السوشيال ميديا. فعشان هيك بنقدر نعدل الاستراتيجية في الوقت المناسب in real time في الوقت الحقيقي. فدايما البزنس تبعنا have to check the performance of all the channels at least once a week and get to know the basic of social media reporting so we can track our growth over time للبزنس تبعنا. What is social media report? A social media report is a document with an in-depth analysis of your social media performance over a specific period. تقارير وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن report وسائل التواصل الاجتماعي مستند يحتوي على تحليل متعمق لأداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في البزنس تبعنا خلال فترة محددة over a specific period. Social media reports help you track your key performance indicators، بيساعدنا ان نستخدم او نراقب ال key performance indicators، تتبع مؤشرات الاداء الرئيسية، تتبع مدى نجاح السوشيال ميديا campaigns الحملات الترويجية، وبرضه to identify opportunities for optimization، ببين لنا وين الفرص المتاحة لنا عشان نحسن الشركة تبعتنا والبزنس تبعنا والحملات تبعونا والسوشيال ميديا نتورك. في النهاية لازم نعرف انه nothing is final، ولا اشي ممكن يكون النهاية. السوشيال ميديا moves fast، عم تتحرك جدا سريعة. new networks emerge، عم بطلع نتوركس جديدة. others go through demographic shifts، اشياء كتير عم تتغير. خلينا نحكي تحولات ديموغرافية سريعة برضو. Your business will go through periods of change as well، برضو البزنس تبعنا رح يتحول زي ما عم أو رح يتحرك very fast زي ما عم تتحرك السوشيال ميديا والنيو نتوركس والديموغرافيك شيفت. All of this means that your social media marketing لازم اللي هي استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في البزنس تبعنا يجب أن تكون active، عم تتعدل as needed زي ما احنا بنحتاج أو حسب الوضع اللي احنا عم بنعيشه، دايما لازم نراجعها ونعدل عليها حسب الحاجة. برضو don't be afraid to make change so that it better reflects new goals, tools or plans، دائما مش لازم نخاف اذا نعمل
تغييرات على البلانز تبعونا بما يتناسب مع الأهداف تبعتنا ومع الأدوات والخطط الجديدة اللي عم بتصير. فدائما لازم نكون احنا برضه مرنين كتير، فليكسبل كتير في الشركة أو في البزنس تبعنا عشان نقدر نواكب السوشيال ميديا موفز، ونقدر نواكب النيو نتوركس ذات ايمرجز، وبرضه نقدر نواكب الديموغرافيك شيفت بشكل سهل. فكل ما كنا ايجل اكثر، فليكسبل اكثر، كل ما قدرنا نواكب بشكل اسرع. ومش لازم نخاف من هذا التغيير، لا، احنا لازم نواكب هذا التغيير عشان نقدر نحصل على الاوبورتونيتيز اللي احنا بنحتاجها. رح نحكي عن السامري اوف كونتنت، حكينا عن هاو تو كريت سوشيال ميديا استراتيجي، حكينا عن الستيب 1 اللي هي to choose a goal that align the business objective، حكينا عن step 2 learn everything you can about your audiences، step 3 get to know your competition، step 4 do a social media audit، وعرفنا ايش هي الاودت، set up account and improve profiles، كيف نعمل improve البروفايل تبعنا، كيف نلاقي الانسبيريشن، step 7 create social media content calendar، كيف نعمل calendar وcreate compelling content، وعرفنا ايش هو الكونتنت والcompelling content، واخر step 9 how to create a performance and make adjustments للسوشيال ميديا استراتيجي. هيك بنكون احنا خلصنا. Thank you، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله بنشوفكم في محاضرات ثانية.